السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعزائي كيف ما كتلاحظوا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مخالف قليلا، فحبيت نشارك معكم مقتنياتي الاخيره الخاصه بالمطبخ واللي يعني بسيطه وقليله، واللي صراحه خديتها من واحد الموقع اسيوي اللي ولا مؤخرا معروف كثيرا اللي الاسم ديالو بانغود، واللي صراحه فيه اشياء كثيره رائعه سواء كتخص المطبخ او اللباس او الاحذيه او كل ما يتعلق بالاطفال، وكذلك تنظيم البيت في صراحه اشياء كثيره رائعه كتخص تنظيم البيت. واليوم ان شاء الله فقط بغيت نشارك معكم اشياء قليله خديتها منه. فاول شيء نبداو بهاد التيكيتات هادو اللي صراحه انا شخصيا كيعجبوني بزاف، كيمكن لك انك تنظمي بهم بشكل رائع، واللي زوين فيهم اكثر هو انهم منين كتبغي مثلا تغسلي هذيك القنينه، فحال مثلا انايا كان عندي واحد سيري من هاد القنينات هادو كنوضع فيهم مثلا حبوب او اي شيء صغير هكا، وبعض المرات كيتخلطوا ليا، فهاد التيكيتات هادو فانا مسبقا يعني لصقتهم قليا غير نكتب فيهم. واللي زوين اكثر هو كيف قلت انهم كتقدروا تغسلوهم ما كيوقع عليهم والو، تعاودوا تكتبوا مره اخرى لانك كتكتبي فقط بالطباشير، وكيمكن لك هكا تميزيو، وفي نفس الوقت كيعطيو واحد ديكور زوين. فانا يا هاد القراعي هادو لصقت فيهم كيف ما ذكرت، بقى لي غير نكتب فيهم الاسماء. هادو من جهه، وكما لاحظتوا فيهم ثلاثه الاشكال اللي مختلفه، واللي كان صراحه الثمن ديالهم ما كيتعداش 3 دولار. عاوتاني خديت هادي، صراحه هادي شويه ما عجبتنيش بزاف، انا كنت بانت ليا كتبان كبيره ملي جات صغيره، ولكن ماشي مشكل. فمثلا هاد الصفايات هادو انا عندي كياخذوا ليا مكان كبير في الادراج ديال المطبخ، فهادي باش زوينه ملي كتكملي منها كتجمع، والجوده ديال السيليكون ديالها زوينه. خديت هاد الطاسه هادي، فمثلا هاد الطاسه باش زوينه فيها جوج تاع الاستعمالات، فمثلا فاش كتسلقي لي بات او الروز او مثلا كتغسلي الخضر، فغالبا كنضطروا اننا نستعملوا يدينا باش نصفيوهم، او كتضطري انك تخدمي صفايه اخرى باش كديري، يعني بحال اللي كتكثري عليك الماعن. هادي باش زوينه فيها كما ذكر جوج استعمالات في هاد الصفايه هادي، كتخرجيها وقت ما بغيتي الا كنتي مثلا باغا تصفي شي حاجه، وفي نفس الوقت كترجعيها منين كتسالي، يعني كتقدري تستعملي جوج استعمالات. كان فيها هذا اللون، كان لون ازرق على ما كنتذكر، والثمن كان ديالها مناسب. فبالنسبه لهاد الاشياء كلها ان شاء الله غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوهم. خديت هاد الخنينه كذلك، هادي باش زوين فيها مثلا انا عزيز عليا نشرب شويه الماء من السم، فهادي كتقدري تحيديها توضعي فيها مثلا زنجبيل او اوراق النعناع او دوائر ديال الحامض ليمون، وكتديريها هنايا وكتجي يعني جد عمليه. وفيها هنايا هاد الليديده هادي اللي بغيتي تهزيها معاك، وتا هي كان فيها الوان كثيره. نجيو مثلا هذا مثلا هذا تا هو خديته، هذا كان فيه 6 ديال الاشكال، وانا خديت صراحه قلت ناخذ غير واحد نجربه بعدا كي داير عاد ناخذ اشكال اخرى، كان فيه بزاف ديال الاشكال، وصراحه عجبني منين وصلني. حيت بعض المرات كتشري شي اشياء في اونلاين ملي كيوصلوك ما كتقتنعيش بهم، هذا الحمد لله عجبني. خديت كذلك هادو، هادو شحال هادي وانا كنقلب على بحال هاد الفراشات هادو اللي مثلا كتقدري توضعيهم في لاطه الفرن باش ما كتوسخش لك، وبعض المرات ما كتضريش انك تدهنيها مثلا او ترشيها بالدقيق الا كنتي طيبي فيها سواء الخبز او حلوى او شيء بحال هكا. فهاد الفراشه هادي زوينه، وان شاء الله منين وصلتني عجبتني، ان شاء الله ناويه ناخذ واحدة اخرين. كما كتلاحظوا كتبقى دائما اللاطه ديال الفرن ديالك نقيه، وهي ديال السيليكون يعني كتقدر تدخل الفرن، وكتبان لي صراحه مزيان، باقي ما استعملتهاش لان هاد المشتريات يلا خديتهم يعني شي بزاف باش وصلوني. واللي عجبني اكثر هو هاد الفراشه هادي، هادي حتى هي كتجي هكا فاش كتوضعيها في مكان العمل، مثلا كتقدري تاخدي عليها قياسات الا كنتي باغا تعملي بيتزا او اي نوع من الحلوى. وهنايا فيها هاد القياسات ديال الفرن بفرنهايت وسيليسيوس، وهنايا فيها كذلك هاد القياسات هادو مثلا بالكاب او مليليتر او ملعقه كبيره او ملعقه صغيره، يعني هنايا فيها كتقدر تساعدك باش تاخدي القياسات. وعاد هنايا فيها القياس بالسنتيمتر وبالانش الا كنتي باغا تصايبي شي حاجه مثلا وبغيتي تقطعيها بالقياس، ف
فهذه وهي صراحه كتبقى كتساعدك كذلك في مثلا سطح العمل كتبقى باش يبقى نظيف. تقدري تعملي فيها الخبز او الحلوى يعني متعدده الاستعمالات. نجيو مثلا لهاد الطوابع هادو ما كتلاحظوا هنايا عندي مجموعه ديال الطوابع اللي كيتعدى العدد ديالها يمكن 30 او 33 وفيها اشكال كثيره مخالفه مثلا الفراشه الورده فيها هاد النوع من الورده فيها النجمه فيها شكل ديال اوراق الشجر فيها اشكال كثيره صراحه. وانا هنايا في كندا يعني قليل فاش كنلقى مثلا هاد النوع من الطوابع يعني غالبا كنضطر نجيبو معايا من المغرب او كنوسع لهم الام ديالي او شي حد جاي من المغرب يجيبهم ليا. فهنايا صراحه ملي لقيتهم عجبوني بزاف. فمثلا انا هاد الطوابع ما كنستعملهم صراحه غير في الحلوى. يمكن لك مثلا تستعمليهم في شكل مملحات او كذلك تشكل بعض بالجبن او بالكاشر اللي كنتي مثلا باغا تزيني شي طبق معين. واللي صراحه بانت لي الجوده ديالهم جد رائعه واللي عجبني فيهم اشكال كثر واللي الثمن ديالهم حتى هو صراحه كان جد مناسب. فان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. وهذه كنت خديتها صراحه انا هذه ما انتبهتش ليها بزاف كان كيسحب لي انها باش كتمضي الماس ولكن منين جيت لقيتها انها ماشي باش كتمضي هذه فقط كتوضعيها في السكين بهذا الشكل مثلا كتوضعيها هكا في السكين الا كنتي باغا تمضي ماشي كتصلحش باش انها هي تمضي بها. وصراحه ما اقتنعتش بها بزاف الحمد لله ما كانش الثمن ديالها غالي. واخر شيء هذا ما خديتوش صراحه هذا من بانجو هاد السيري ديال الحكاكات هذا خديته من موقع اخر واللي كيف ما كتلاحظوا كيجيو بالوان مختلفه وطبيعه الحال اشكال لي مختلفه كذلك يمكن لك تشكلي بهم اشكال معينه سواء بالخضر او الفواكه. وهذا الاناء ديالهم عليه شكل تحكي ففي الجناب فيه القياسات الا كنتي مثلا بغيتي تسعني به باش تاخدي شي قياسات معينه الغطاء ديالهم. فكانت هذه مشترياتي الاخيره. الا كان كيعجبكم حل هذا النوع من الفيديوهات ما عليكم الا تخليوا لي تعليقكم ان شاء الله باش مره نبدا نشارك معكم بعض الاشياء. وما تنساوش كذلك تشوفوا الروابط اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وعلى فكره فهذا الموقع عنده عيد ميلاده مؤخرا وعمل تخفيضات جد رائعه الا بغيتوا تشوفوا ان شاء الله. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم.